السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بن عطية. قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنسوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار. ونبدأ مباشرة في الفيديو متاعنا، وفي الفيديو متاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة القيام بتصوير ريلز تتجاوز مدتها 30 ثانية، لأنه كما نعرفوا فانه عند بدايه ظهور الريلز في تطبيق الانستغرام كانت فقط الطول نتاع الفيديو اللي تنجم تقوم بالعمل نتاعو هو 30 ثانيه او اقل. نبدا مباشره في التطبيق نتاعنا، نمشي نقوموا بفتح تطبيق انستغرام، وبعد نمشي نضغطوا على شعار الريلز الموجود في الاسفل، والا نجم كذلك تضغط على زر البلاس ريلز. ولهنا كما قاعدين تشوفوا فانه نجمو نبداو نقومو بتصوير الريلز متاعنا. باش تقوم بزيادة مدة الريلز يكفي فقط انك تضغط على رقم 15 الموجود في يسار الشاشة، كما قاعدين تشوفوا في يسار الشاشة تحت الايقونة متاع الموسيقى تحت فما دائرة مكتوب فيها رقم 15، قوموا بالضغط على رقم 15 هذاك. كما قاعدين تشوفوا ظهر لنا كذلك رقم 30 وكذلك رقم 60 اللي هو يوصل حتى لدقيقة، وفي بعض الحسابات فإنه نجم تصور ريلز حتى لطول 90 ثانية، يعني في بعض الحسابات ما زالت فقط إلى حدود دقيقة، ولكن في الحسابات الأخرى وفي التحديث الجديد متاع انستغرام باش تتمكنوا من تصوير ريلز توصل مدتها إلى دقيقة ونص أي 90 ثانية. كانت هذه الفيديو متاعنا اليوم، إن شاء الله تكون الفيديو فادتكم وعجبتكم. بالطبيعة قبل ما نكمل الفيديو، إذا كانت حابة معناها باش تصور 60 ثانية أو أكثر فقط تضغط عليها، كما قاعدين تشوفوا الآن أصبحت 60 ثانية. دونك كما قلت لكم إن شاء الله تكون الفيديو فادتكم وعجبتكم. إذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار. وللفيديو القادم إن شاء الله مبقالي باش نقول لكم كان إلى اللقاء.